لا، نسلم عليكم مشاهدين قناتكم. تعرف العور كي دايرين؟ لاباس عليكم، بخير، اموركم هانيه، انتما مزيان. هادي ضروري خاصني نقولها لكم. المهم، اليوم غادي نصور واحد الفلوج. شكرا، ريتا جابت لي الصك ديالي. المهم، غادي نصور اليوم واحد الفلوج اللي هو غادي يكون، غنمشيو لواحد العرس معروضه، غنمشيو لواحد العرس. المهم، انا يا راجل دابا عندكم فرصه صايب شعري، وفي الصباح بكري دابا بقى لي جوج، وفي الصباح بكري صايب ضفاري. ها معايا، هادو ماشي ضفاري، هادو غير مركباهم، ضفاري قطعتهم على حساب العيد الكبير، راكم عارفين. المهم، هانتوما، نتمنى يكونوا كيبانوا ليكم مزيان. صبغت بالباج ودرت حجيرات في الخضر، وواحد الخطيطات هنايا في الاحمر. كنتمنى يكونوا كيبانوا ليكم مزيان. المهم، غادي نصور يدي، غادي نخليها في انستغرام، وانستغرام غادي نخلي، نحاول نخلي لكم في هذا الفيديو، حين ديما كننسى، غنحاول نخليها لكم في انستغرام ولا فيسبوك. وغادي نخلي لكم انستغرام وفيسبوك ديالي ان شاء الله في هذا الفيديو، ديما كنبغي نحطو كننسى. المهم، ما علينا، باش ما نطولش عليكم الهضره بزاف. دابا غادي ندوز باش نوريكم اللبسه اللي غادي نلبس، ومعروضه عند واحد السيده عندها العرس ديالها، الله يكمل عليها بخير. وباش ما تتمناش عقبال اي بنت بغات تتزوج ولا تتمنى شي حاجه في خاطرها، يا ربي تسهل عليها وتيسر ليها امرها، ولينا كاملين مجموعين يا ربي. المهم، دابا غادي كثرت من هذا المهم، ديما كنقول ديما كنقول ما بقاش نقولها وكنعاود نقولها. المهم، يلا. المهم، هيا عاوتاني مره ثالثه. دابا صافي، بركه عيق. غاديش نحيد هادي من المونتاج، غادي نخليها صافي. كنت غنقول عاوتاني طيط. المهم، صافي، غادي ندوز ونوريكم اللبسة اللي غادي نلبس، غادي نلبس انا، وغادي نخلي لكم النمرة ديال السيدة اللي صراحة قفطان ما كريتوش من عندها. المهم، انا كريت من عندها غير واحد السلهاب والمضمة، ولكن عندها داكشي زوين. المهم، انا غادي نخلي لكم، نخلي لكم النمرة ديالها. القفطان خديتو غير من عند بنت خالتي، كنقول ليها شكرا حيت عطات لي القفطان ديالك نلبسو. وكنقول شكرا لواحد السيده وحده اخرى اللي تاقت فيا وعطاتني السوارد ديال دارها، واللي غادي نمشي للدار ديالها وغادي نلبس، حيت الدار ديالها قريبه للقاعه. نعم، المهم، ما علينا. ونسيت البنات، ما هضرتش لكم على واحد الفوندوتان اللي هو خطير خطير بزاف الصراحه. جربته انا، يلا هو الغوجاليف ديالو، الصراحه واعرين واعرين بزاف، انا حمقني الغوجاليف خطير. المهم، انا غادي نخلي لكم هنايا السميه ديالو، ونخلي لكم النمره ديال السيده اللي خديته من عندها. فوندوتان 180 درهم، فوندوتان 180 درهم، والغوجاليف 150 درهم. المهم، انا غادي نخلي لكم النمره ديال السيده اللي خديت من عندها، هادشي جايين من برا، جايين من امريكان، واعرين بزاف بزاف بزاف، يعني انا جربتهم. هذا نهضر لكم عليهم، اي حاجه هضرت عليها انا ماشي نشكر لكم راسي ولا شي حاجه. المهم، انا تجربت الحاجه، هذا نهضر عليها، ما يمكن ليش نمشي نجيب شي حاجه مقديه من شي بلاصه ونهضر عليها غير هكاك. المهم، هادو خطيرين خطيرين، انا نخلي لكم التصويره ديالهم تاعهم في انستغرام وفيسبوك، وغنخلي لكم النمره ديال السيده اللي خديت من عندها الفوندو تاعو والعكار. كنتمنى تشوفوا سميه. او صافي، هادشي اللي كاين. دابا غادي ندوزو نوريكم اللبسه، وما عارفينش حنا واش، المهم، عرضتنا السيده حتى الفطور، ما عرفناش واش غنمشي ولا ما غنمشيوش. المهم، انا غادي نمشي لابسه جلابتي، غادي نلبس الجلابه ديالي، غنمشي بها، وغادي نلبس القفطان ديالي وداكشي عند السيده. كما ذكرت كاع السميه ديالها، ماما تاريت دافاين، كنقول لها شكرا من هنايا، حيت عطاتني السوار ديال دارك وثقتي فيا، وماشي اي واحد كيثق في الاخر كيعطي السوار ديال الدار ديالو. شكرا ليها بزاف، حيت دارها قريبه للقاعه، والله الا مسكينه هضرت معاها في التليفون وهي تقول لي فين معروضه، قلت لها قاعه الفلان فلانيه. المهم، انا تنمشي وغادي نصور لكم كل شيء ان شاء الله. صافي، هادشي اللي كاين. المهم، عطاتني السوار ديال دارها، غادي نمشي غادي نبدل عندها، وغادي ندير ماكياج لراسي عندها. صافي، هادشي اللي كاين. البارح شريت الشفار، ما عرفتش راسي واش غادي نلصقهم ولا ما غاديش نلصقهم، جاوني مشارجين،
جاوني ما عجبونيش، المهم ما لقيتش داكشي اللي بغيت، خديتهم وصافي لصقتهم. هو هذاك ما لصقتهمش، ها نتوما معايا دابا غادي ندوزو للبزار، راني حسيت براسي طولت عليكم. صافي البنات، هنايا بدينا انا ومريم كنوجدوا داكشي اللي غادي نستعملوه. المهم ها هي ديك ديال البانسويات والباليطه ديال الكونتور والفاغ بوبياغ، راه هما هنايا ثلاثه، هذا الهايلايت صافي، وضروري من الستيك، هادي تزيد ديال الشعر، وهاد لو جيل نيتوايون. وبغيت نهضر لكم على الفون دو تان اللي قلت لكم، ما عرفتش واش قلتها لكم ولا لا، غيفلون المهم ماركه خطيره ديال الفون دو تان. انا خديته من عند واحد السيده 180 درهم. المهم انا راني جربته، ما غاديش نهضر لكم على شي حاجه ما مجرباش. المهم هذا راه جربت هذا الفون دو تان، هذا واعر، هو الغوج اليف ديالو حتى هو واعر. غادي نخلي لكم النمره ديال السيده اللي كتجيبهم، سميتو غيفلون، ها هي كتبان لكم هنا. المهم انا غادي نحاول نخلي لكم التصويره ديال الفون دو تان وديال الغوج اليف في انستغرام ولا فيسبوك. صافي دابا انا غنبدا هنايا نصايب وجهي، ما غاديش نوريكم الطريقه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. ثاني هاد غادي نوريكم. صافي ونلصق انا هاد الشفار هادو، ما عرفتش المهم انا نشوف على حسب نلصق هادو. مريم غتلصق هادو حيت مريم عندها الشفار تبارك الله. صافي غتلصق هادو وانا نلصق هادو. صافي هادشي اللي غادي نحتاجو، وهذه هي اللي كنصايب بها انايا البنات. حجباني راه خطيره، ديال الفارماسي طارت لي لي هذيك الزجاجه، ما عرفتش الرقم، ما باينش الرقم. المهم ديال الفارماسي، ها هي مكتوبه فيها فارماسي من الفوق. هذه واعره للحجبان. صافي هادشي اللي غادي ندير. المهم خليكم معايا تنسالي، وغادي نوريكم كيفاش صايبت وجهي النتيجه النهائيه. وهانتوما معايا. وكما شفتو البنات انا ساليت دابا المكياج. المهم انا لصقت هنايا الصفار، صراحة حسيت بيهم تقال شويه. حسيت بيهم تقال، ما فاش كندير هاد النوع هذا، مولفه كنديرهم ولكن شويه كيكونوا خفاف. المهم انا ساليت دابا، بقى ليا غير نلبس، ومريضنا ما عنده بس حنا سالينا. هادشي اللي كاين، واخا هاد الصفار هادو تنحس بيهم شويه تقال، ممكن في اي لحظه نحيدهم. هاشي كسر هنايا مريم، ماشي شنو كنحس بداك الصفر، ماشي هادي كنحس بداك الصفر ديالي، ماشي هادي. قال لك راه نشد عليك، ما بغيتش نصور الناس ولكن ما عنديش البان، ما تهزيش راسك. Oh
Thank you.
كريسمس اكس. صافي وصلنا العرس اللي مشينا حضرنا عليه ودابا حنا راجعين بحالنا للدار. المهم جينا من 8 الصباح نتمنى فقنا مع 12 وقسنا وطيبنا كلينا الحمد لله. صافي دابا الربعة ديال العشية اللي نرجعو بحالنا لدارنا وتنقول الأسماء من هنايا مبروك عليك داك من عليك بالخير وبسلام عليكم. إلى عجبكم هاد الفيديو هذا متنساوش تدعموني بلي لايك وتابعونا في لاشين وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.